البوتقه دي مع مدير فني مستر فيريرا المحترم والجازم، او معاه مع اسماعيل يوسف اللي طبعا مدير الكوره النشيط، مع جهاز الطبي، مع مش عايز اسمع تعليق. هو انت فاكرني قاعد على القهوه دلوقتي ومنشيش؟ اتفضل. ما نخلص نروح نقعد في شبرا لو انت بتتكلم. اتفضل. جمال فرحانه بيك. بنبقى فرحتنا يعني. عايز اقول انه الجهاز الطبي والاداري والفني